تتيح الفعاليات والمواسم فرصاً غير مسبوقة لاستكشاف ما تزخر به المملكة من وجهات سياحية نوعية تقدم من خلالها العديد من الفعاليات النوعية والعالمية. من أوزبكستان إلى الرياض وصل مصطفى وعائلته لاكتشاف فعاليات موسم الرياض، وقرر أن يخوض تجربة الزيارة مع عائلته والاستمتاع بتنوع الفعاليات والألعاب في وينتر ويندرلاند، أحد أبرز المناطق ضمن فعاليات موسم الرياض. الخيارات السياحية والأماكن المتوفرة للزيارة في موسم الرياض مدهشة وجميلة. كنا ننتظر وينتر ويندرلاند، ولهذا السبب أتينا مبكراً إلى هنا قبيل الاستحام. المكان جميل ونحن نستمتع جداً بوقتنا. جولة قضيتها مع السائح الأوزبكستاني في الرياض، واللي حكى لي عن تفاصيل زيارته وإعجابه لأنشطة وفعاليات الرياض واللي سمع عنها من أوزبكستان، وروح المرح والفرح عاشوها عائلته في منطقة ألعاب الأطفال في وينتر ويندرلاند. أنا مندهشة جداً أن أكون هنا كي ألعب وأمرح. أنا جداً متحمس. الرياض والسعودية عموماً أبوابها مفتوحة لجميع السياح، ومستقبلاً ستكون أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط. أنصح الجميع بزيارة الرياض والاستمتاع بالمواسم الترفيهية. الفعاليات والمواسم تفتح فرصاً متنوعة للسياح للاستمتاع